بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف اللهم صلي وسلم وبارك على صاحبه بعد إذن سعادة القنصل العام الأستاذ الدكتور نجيب مصطفى السراج أحيي جميع الضيوف الكرام وأحيي السلك الدبلوماسي الليبي في السفارة والقنصلية والملحقية العسكرية وممثلي الجالية الليبية في دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه الليلة المباركة نلتقي مع الشعر والأدب والرياضة والثقافة والروح المعنوية العالية إن شاء الله لليبيا والليبيين رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ونحن نستقبل شباب ليبيا في هذا المساء نتذكر أيضا شباب ليبيا في بلادنا وأهلنا في بلادنا خاصة في الجنوب الغالي حيث المعاناة والحمد لله الأمور تسير نحو إصلاح ذات البين إن شاء الله ندعو المولى عز وجل أن يتقبل موتانا وأن يرحمهم وأن يشفي جميع جرحانا وأن يهدي النفوس وأن يمن على ليبيا بالأمن والأمان إن شاء الله في أقرب وقت في هذه الليلة معنا السيد الشاعر المبدع الحسين علي الرقيبي وعائلته الكريمة نشكرهم على الحضور أيضا معنا الشاعر الليبي الأستاذ أسامة الرياني الحائز على الترتيب الثاني في الدورة 11 لجائزة البردة عن قصيدة ترنيمة الشوق ومعنا أيضا الإعلامي الأستاذ عبد الرحيم نجم الذي كرم بالأمس في مجال الإعلام الرياضي ومعنا وفد كريم من هيئة تطوير المدن ووفد آخر من شركة النهر وأتشرف بأن معنا شباب نادي النصر لكرة السلة والفريق الفني الذي يرافقهم وأيضا شباب النادي الأهلي لكرة السلة أيضا والفريق الفني الذي يرافقهم فنرحب بالجميع ونقول لهم أنكم بين أهلكم وإخوانكم وأن نتشرف بمعرفتكم في هذه الليلة المباركة حقيقة قبل أن نبدأ أريد أن أعتذر خاصة من الشباب الرياضي كان يجب أن أكون في الاستقبال وأن أحضر المباريات والافتتاح ولكن حقيقة شغلنا بما يجري في بلادنا من مآسي في المنطقة الجنوبية وكان للسفارة والحمد لله دور في محاولة الحد من هذه المعاناة بالترتيب لإرسال مساعدة طبية عاجلة وصلت بالأمس الحمد لله إلى كافة مدن وقرى الجنوب كل المستشفيات والمستوصفات في الجنوب وأيضا محاولة إصلاح ذات البين بالترتيب مع معالي السيد علي زيدان رئيس وزراء دولة ليبيا فنأسف على عدم الحضور إلى المباريات واستقبالكم قبل هذا الموعد ولكن نرجو من المولى عز وجل أن يعني أن تتفهموا الأسباب وأن تسامحونا يعني على هذا التقصير أريد أن أعطي الكلمة إلى الأستاذ عبد الرحمن الغرياني وهو شاب من خيرة شباب الجالية الليبية في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو نائب رئيس مجلس إدارة النادي الليبي وقبل أن أعطيه الكلمة ليقدم السيد الشاعر الحسين علي الرقيبي أود أن أقول بعض الكلمات لأنه سيغادر الإمارات قريبا برا بوالديه في بني غازي ليلتحق بوالديه هناك واليوم كان آخر يوم عمل له في دولة الإمارات العربية المتحدة ويرتب الآن للسفر فأريد أن أغتنم هذه الفرصة أن أشكر الأستاذ عبد الرحمن من عميق قلبي هذا الشاب يتوقد حماسا وحبا لليبيا شارك في الثورة
منذ بداياتها ودخل الجبهة أيضا، وكان له دور كبير مع الجالية الليبية في الإمارات في دعم هذه الثورة. الآن يرجع إلى البلاد لخدمة والديه، وإن شاء الله هكذا تخدم ليبيا لو كل منا قام بواجباته القريبة في ذوي رحمه وفي جيرانه، لكانت بلادنا إن شاء الله في أحسن حال. فتحية للأستاذ عبد الرحمن الغرياني، تشرفت بمعرفته هنا وبالعمل، ونتمنى له التوفيق إن شاء الله في بنغازي وفي حياته الأسرية، ونطلب منه أن يطلب لنا الدعاء من والديه الكريمين. يعني احنا نقول سلم لربك، حقيقة قمة في الأخلاق والأدب. ونشكر الأستاذ على كل المجهودات التي قام بها في إطار النادي الليبي وفي غيره من المجالات هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. لا أريد أن أطيل عليكم، أعطي الكلمة للأستاذ عبد الرحمن الغرياني ممثلا للجالية الليبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليقدم بطل هذه الأمسية الشعرية إن شاء الله الأستاذ الحسين علي الرقيبي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشكر سعادة السفير بداية على هذه المقدمة اللطيفة وبارك الله فيك. باسم الجالية الليبية المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة نرحب بكم جميعا، ونحن يعني بالنيابة عن الجالية أعبر عن سعادتنا بوجود هذه الوجوه الطيبة من الرياضيين وممثلين الثقافة، وإن دلت على شيء تدل على حرص أبناء الوطن في أن يرتقوا بليبيا. فالأمم ترتقي بكثير من الأشياء، ومن علامات الرقي في الأمم الرياضة والثقافة. فبارك الله فيكم ومرحبا بكم في دولة الإمارات العربية المتحدة. بالنسبة لأمسية الليلة المباركة بإذن الله، نرحب بالشاعر الحسين علي الرقيبي، ونعطيكم نبذة بسيطة عنه، لكن بداية نصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. هو شاب صغير متفوق في دراسته ومتحصل على الترتيب الأول في مختلف سنوات الدراسة، ختم ثلث القرآن الكريم، شهادة أصغر مشارك في الأولمبياد الليبي للمعلوماتية في سن 6 سنوات، بدأ كتابة الشعر منذ أن كان في 5 من عمره، تم تكريمه من قبل جامعة كينساو الأمريكية عن قصيدته لا تحزن يا بطل بدولة تونس، ضمن مشاركته في ملتقى ذوي الإعاقة بمدينة جربة. أحيت له وزارة الثقافة أمسية شعرية خاصة مع الشاعر أسامة الرياني الذي يحضرنا هنا، نرحب به. نالت موهبته وأشعاره اهتمام القنوات الفضائية ومختلف وسائل الإعلام. لديه أكثر من 40 قصيدة، وهو من مواليد 26 سبتمبر 2002. فما شاء الله تبارك الله، نسأل الله له التوفيق والثبات والمستقبل الزاهر، ويسلم لربه كيف ما قال الدكتور، ربي يحفظك إن شاء الله. الآن نخلي لك الساحة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر أعضاء السفارة الليبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى رأسهم سيادة السفير العارف النايض. وأيضا أشكر الشاعر أسامة الرياني والأستاذ إسماعيل الشتاوي على مساندته لي، وأشكركم جميعا أيضا على مساندتكم. وأفتتح بشعر أرحب بكم فيه ترحيبا شعريا، وهو بعنوان: يسألونني من يكتب أشعاري، يسألونني من يكتب أشعاري، يكتبها أبي فهو قلمي وأفكاري، تكتبها أمي فهي الحبر ذي الألوان، يكتبها أخي فهو ديواني، تكتبها أختي فهي لحن عذب أمامي، يكتبها جدي وجدتي أعمامي وأخوالي، تكتبها مدرستي فهي نور العلم للإنسان،
أنني تكتبونها أنتم بحضوركم وتصفيقكم في كل زمان ومكان. هؤلاء من يكتبون أشعاري، هؤلاء من جعلوني صديقا للأقلام. فلا تسألوني بعد اليوم من يكتب أشعاري، فهي وحي لكل ما هو حولي وخلفي وبجانبي وأمامي. فاستمعوا لي وأنصتوا، فأفكاري اليوم كلها منحوتة في لوحة فناني أهديها لكم يا من خصصتم وقتكم الثمين للاستماع إلى أشعاري. أما الآن فمع قصيدة كنت قد كتبتها عندما رأيت علم ليبيا يرفرف في جميع أنحائها. ارتفع ارتفع ارتفعي يا نجمة وهلالا، وعانق سماء وفضاء وجبالا، واجعل عروس البحر ترتدي كحجابا. جعلناك خفاقا وجعلتنا أبطالا، وسنحملك فوقنا أطفالا ونساء ورجالا. ألفت بيننا الإخوة والصحبة وجعلتنا إخوانا. أنت أول وأجمل علم لليبيا قبل أن يأتي علم لا نفهم منه هدفا ولا عنوانا. جلبه لنا طاغية حكمنا 42 عاما، جعلنا أدوات وهو يظن أن كل شيء فعله كان أمجادا، بل هو حطم لنا أحلاما. وبعد تنحيته انتزع علم الظلم ومزق أقساما، وسترفع فوقنا سنوات وأياما، بل حتى قرونا وأجيالا. ارتفعي يا نجمة وهلالا. أما الآن فمع قصيدة بعنوان أنا ليبي. كتبت هذه القصيدة لأنني أفتخر بكوني ليبياً، ويجب أن تفتخروا جميعكم بهذا. لو رأيت أحداً عبر الجبال والسهول والبحار والأنهار والوديان في الأمم، فاعلم بأنه مجاهد هذا الزمن، وأنا مجاهد لوطني، وسلاحي هو الشعر وبه أقتدي. أنا أسد تكشرت أنيابه فدمرت الجيوش والأعداء والطغاة. كتبت هذا بقلمي وزمجرت فوق الجبال لأنصر شعبي. أنا ليبي. أنا إنسان مملوء بالإرادة، أعيش في دائرة كونتها لنفسي، كونتها بالمنطق، كونتها بخيالي الخصب. أنا ليبي، وهذه كل مفخرتي. أما الآن فمع قصيدة كنت قد كتبتها إهداء لجميع أحرار العالم ولجميع من يطمح بالحرية. رأيت الحرية من بعيد ففرحت وقلتها قد جاءت من جديد، وناديت الشعب وقلت اخرجوا لقد بطل الظلم والوعيد، وقلنا فليسقط نظام جعلنا عبيد. وقلت لجدي الذي في الزمان البعيد لقد أتت الحرية، فلما أنت تبكي ولست سعيد؟ قال إنها دموع الفرح، فقد جاهد في سبيل الحرية 1000 حفيد لي وحفيد. ثم ذهبت ورأيت الحرية تشع كالوميض، ورأيت أطفالا لا يعرفون ما هي الحرية، فقلت لهم الحرية زهرة تجعل كل من كان عدوا يصبح صديق، وقلت سأخبركم عنها المزيد، إنها طائر يطير في الأفق البعيد، وزهرة جميلة تنمو في القريب. وبعدها أصبح الجميع يحققون أحلامهم،
من يريد أن يصبح طياراً أو شرطياً أو طبيب، لذا الحرية هي ما نريد. أما الآن فمع قصيدة أوضح بها مطالبنا بعد أن تحققت حريتنا. نريد ماذا نريد؟ نريد ماذا نريد؟ نريد حكيما يحكمنا، نريد رشيدا يرشدنا، وبعد نجاح ثورتنا نريد مخلصا ينقذنا، ونريد نزيها ينصفنا، ونريد وفيا يقودنا نحو سلامتنا، ونريد سعادتنا، ونريد تحقيق طموحاتنا، ونريد ليبيا، ونريد ليبيا يقودنا نحو السلام ويساعدنا وعلى الطريق يرشدنا. فكفانا ألما وتعذيبا يحزننا، ونريد بسمة طفل تسعدنا، ونريد قانونا ينظمنا، ونريد معلما يعلمنا. فنريد ماذا نريد؟ فنريد ماذا نريد؟ نريد تحقيق طموحاتنا، هذا كل ما نريده بعد تحقيق حريتنا. أما الآن فمع قصيدة بعنوان حمامة السلام، أهدي هذه القصيدة إلى كل طفل يرغب في السلام. تعالي يا حمامة الصغيرة، تعالي لننشر السكينة، لنعلن السلام، لنعلن السلام. تحرري من قفص حبس نورك وحرر الظلام، حبس نورك وحرر الظلام. تحرري وحرري عقولنا من فكر الانتقام، أرسلي رسالتي لكل إنسان، أنا أريد أن تحيا طفولتي في أمان، أنا أريد أن تحيا طفولتي في أمان، أنا أريد أن تحيا طفولتي في أمان. ردي علي، أسمعيني صوتك، أريني نورك، وحلقي بجناحيك. أتعلمين أن كل ريشة تسقط منك من سمائك على أرضي تجعلني أقول في نفسي، ألم ندرك أن ليبيا بكل الألوان؟ فتعالي لننشر السلام. أما الآن فمع قصيدة بعنوان خير الكلام. كتبت هذه القصيدة عندما شاركت في إحدى المسابقات الرمضانية بمدينة طرابلس، وعندما طلب أعضاء لجنة التحكيم بهذه المسابقة أن أكتب قصيدة عن القرآن، فقلت: استمعت لجنة التحكيم لأشعاري، فطلبوا مني وصف خير الكلام. وافقت وفرحت بداية، وعندما جلست أكتب القصيدة وجدت نفسي تائها حيران. كيف لعبد فقير مثلي أن يصف كلام خالق الكلام؟ هو كلام تطمئن له قلوب وتقشعر منه أبدان، هو كلام فيه وصف لكل زمان ومكان، هو كلام تصدع له الجبال، كلام الخالق المنان، كتاب الرحمن. إن قصرت فأنا أعلم أن ربي غفور رحيم ذو العفو والإحسان، فلا تلوموني على تقصيري يا لجنة الحكام، فأنا أستمد الشعر من القرآن، أعذروني يا لجنة الحكام، ما استطعت اليوم إبهاركم بالحبر والأقلام. أما الآن فمع قصيدة بعنوان لا تحزن يا بطل. كتبت هذه القصيدة عندما زرت الجرحى وفاقدي الأطراف بمستشفيات تونس. لا تحزن يا بطل، فأنت المثل الذي علمتنا معنى الدفاع عن الوطن، وأنت من بترت يداه ورجلاه من أجل الحرية. نعم، علمتنا
علمتنا معنى الشجاعة وعدم التهاون والجبن، وبفضلك حققنا الحلم. لا تحزن يا بطل، فلولاك لما نطقنا كلمة حرية أو كتبناها بالقلم. لا تحزن يا بطل، أنت من أعطيتنا العزيمة والإصرار حتى وصلنا إلى هذا الانتصار بعد جهد وألم. لا تحزن يا بطل، أنت من ضحيت بنفسك لكي تنتشر السعادة أجل. لا تحزن يا بطل، أنت من ناضلت فوق الجبال وفي الصحراء وتحت المطر، وهو الآن جثة خامدة بين الحفر. لا تحزن يا بطل، إعاقتك وسام اسمه الشجاعة وحامله بطل. فلا تحزن ولا تحزن ولن تحزن يا بطل، لن تحزن يا بطل. أما الآن فمع قصيدة بعنوان وطني أنا أنا وطني. كتبت هذه القصيدة لحبي للوطن، لأنني سأفعل أي شيء لحماية الوطن، فعطائي للوطن هو عطاء لي. وطني وما وطني، وطني هو غدي وأمسي وهو كل موعدي، هو شمسي وظلي، هو بحري وبري موئل معيشتي. من عشت فيه حزني وفرحي، هو من فيه راحتي وعملي، هو وحدتي وصحبتي، هو جهلي ومعرفتي، خوفي وأمني، هو ضعفي وقوتي، هو زهرة لا تذبل سميتها وطني. وطني أنا أنا وطني، بدمي أفديها ليكون ماء يسقيها، وروحي أهديها لتكون سمادا يقويها، ولدت فيها لأكون شبلا جديدا في عرينها، وأكون ليبيا وكفى بي فخرا أني من بنيها. أنا من ضحيت لأجلي أنا، أنا من ناضلت لأعيش أنا، فيا وطني أنت أنا، وأنا أنت وطني، أنا أنا وطني. أما الآن فمع قصيدة بعنوان وتستمر الحروب. الانتقام هو فتيل الحروب، وكلما اشتعلت الحروب كلما زاد الأطفال المحرومون. وتستمر الحروب، الفقر ينتشر، المطر على رؤوس البؤساء ينهمر، البرد القارص في عظام الطفل يسكن، والطفل نفسه لم يجد مأوى يحميه من السماء التي تمطر. أين هي حقوق الطفل الذي تكاد أطرافه تنبتر؟ ألم تنظروا إليه في الزاوية؟ حافي القدمين، ثيابه رثة من البالية، يجلس وحيدا في الأماكن الخالية، يبحث عن مسكن أو لعله يجد حاوية تحميه من المطر والبرد والرياح العاتية. يبحث عن أمان، يبحث عن أمان لعله ينجيه من السقوط في الهاوية. يتسول ويسأل الناس ويبكي ويقول لماذا هذا حالية، والناس تمشي وهي غير مبالية، الناس تمشي وهي غير مبالية، الناس تمشي وهي غير مبالية. والطفل يئن والألم يئز، والظلم له يستفز، وهو من رحمة الناس يئس، وتمر السنون وينمو داخل هذا الطفل الحقد المدفون. وتستمر الحروب، يا ليت الناس تبالي ليعم السلام القلوب. أما الآن فمع قصيدة كنت قد كتبتها عندما اكتشفت معادلة التسامح. الأمر مر
والأدهى لن يستمر، والطفل قهقه بعد بكاء غير منفصل، وقام العمل ونام الكسل، وتصالحت نعم ولا بعد جدال طويل الأجل، واتفق الاتفاق مع الجدل، وركب الرئيس على الجمل، وجاءت المتعة واختفى الملل، والتقى الخطان المتوازيان فكسرا قاعدة الهندسة والجبر، والكراهية ملت من البشر، الكراهية ملت من البشر، الكراهية ملت من البشر. لا تستغرب، إنها قوة التسامح يا رجل، لذا سيذهب الألم ويبقى الأمل. أما الآن فمع قصيدة بعنوان معسكر العلم وسلاح الكتاب. كتبت هذه القصيدة لأعبر عن السلم الحديث. معسكر العلم وسلاح الكتاب، أحارب به الجهل والفساد، طائرتي سلمية تمحو ولا تحدث الدمار والضباب، قنبلتي وردية رائحتها عطرية أصواتها تغريد للحمام، جنودي هم الأقلام، قائدي هو المبدع والفنان، دبابتي تطلق قذائف السلام. ديني هو الإسلام، دستوري هو القرآن، قانوني ألا أمل حتى أحقق الأحلام، قانوني ألا تمل حتى تحقق الأحلام. أما الآن فمع قصيدة بعنوان ليبيا جسد واحد. كتبت هذه القصيدة عندما قام مؤتمر الفيدرالية. مهلاً يا من تنادون بتقسيم البلاد، أنتم يا من تقتلون الأحفاد والأولاد، وتخونون دم الشهداء والأجداد رفقاً بالعباد، وتقتلعون جذور شجرة ليبيا، وتنزعون منها الورد والريحان، فنحن جسد واحد لا يقسم ولا يهان، مهلا وكفى وارتدعوا عن تقسيم ما بناه الأجداد وورثه الأحفاد. جدي في بني غازي، وجدي في البيضاء، عمي في مصراته، وعمي في صبراته، جدتي في ترهونه، وجدتي في فزان، خالي في سبها، وخالي في الزنتان، كلنا إخوان، نوجد في كل مكان، نحن جسد واحد لا يقسم مهما مر الزمان. أما الآن فمع قصيدة بعنوان شاعر هذا الزمان. كتبت هذه القصيدة تعبيراً عن حبي للشعر. كتبت قصيدتي في السماء، نحتها على القمر، لونتها في الفضاء، كرهتها أحرقتها في الشمس بعد أن كتبتها، وبعد أن استيقظ عقلي قلت يا لغبائي. نحتها تمثالا ثم دمرتها فأصبحت حطاما، ومضيت أكتب قصيدة أخرى، كتبتها في الآفاق، مسحتها في الأجواء، فماذا أفعل لاستمرار هوايتي أو بالأحرى حياتي. ومضيت أكتب قصيدة أخرى، كتبتها على السحاب، مزقتها فأصبحت تتطاير في الهواء، جعلت منها نجوما لامعة ورائعة الجمال، سئمت منها ومن هذه الأفكار التي من صنع خيالي، قاومت وكتبت أشعاري، فقلت لنفسي هذه سخافة الكلام، كتبتها مرة أخرى، ولكن هذه المرة على الأوراق، مزقتها فأصبحت تتطاير في المكان، جمعتها فكونت منها حروفا كانت من أحلامي، رفعتها عاليا وقلت أنا شاعر هذا الزمان. أما الآن فمع قصيدة بعنوان
القدس. ارجع بنا إلى زمن اغتصابها، ارجع بنا إلى زمن اغتصابها، زمن البكاء، زمن فراقها. ألوانها زاهية تعكس قوس مطر في سمائها. اكتب تاريخها يا أول من رآها، ارسم بسمتها التي نقشت في فضاها. ارجع بنا إلى زمن اغتصابها، ألوانها منوعة كجمالها، ألوانها منوعة كجمالها، وشروق شمسها يلمع نهارها، وغروبها يضفي منظرا يجذب زوارها. يا قبة الصخرة الذهبية، يا قبة الصخرة الذهبية، اعكسي لنا حكاية القدس الأبية، اروي لنا حكايتها منذ ولادتها، احكيها منذ ولادتها، واعكسي لنا بسمتها التي نقشت في أقصاها، احفريها في ذاكرتنا لنعود إليها مرة أخرى، لنعود إليها مرة أخرى. يا قدس يا أرضا نعرفها بدمانا، يا صانع التاريخ ارجع بنا إلى زمن، ارجع بنا سنوات، ارجع بنا قرونا، ارجع بنا إلى زمن العظماء. يا قدس أنا لم أرك لكن تاريخك محفور في ذاكرتي، يا صانع التاريخ ارجع بنا إلى زمن لم نعرفه ولم نضع له عنوانا. أما الآن أود أن أسمع ونسمع قصيدة هي من أحب القصائد إلى قلبي، وهي بعنوان في القدس، وهي من كتابة الشاعر تميم البرغوثي، والتي سيلقيها علينا أخي مصطفى. في القدس. مررنا على دار الحبيب فردنا عن الدار قانون الأعادي وسورها، فقلت لنفسي ربما هي نعمة، فماذا ترى في القدس حين تزورها؟ ترى كل ما لا تستطيع احتماله إذا ما بدت من جانب الدرب دورها، وما كل نفس حين تلقى حبيبها تسر، ولا كل الغياب يضيرها، فإن سرها قبل الفراق لقاؤه فليس بمأمون عليها سرورها. متى تبصر القدس العتيقة مرة فسوف تراها العين حيث تديرها. في القدس بائع خضرة من جورجيا برم بزوجته، يفكر في قضاء إجازة أو في طلاء البيت. في القدس توراة وكهل جاء من منهاتنا العليا، يفقه فتية البولون في أحكامها. في القدس شرطي من الأحباش يغلق شارعا في السوق، رشاش على مستوطن لم يبلغ العشرين، قبعة تحيي حائط المبكى، وسياح من الإفرنج شقر لا يرون القدس إطلاقا، تراهم يأخذون لبعضهم صورا مع امرأة تبيع الفجل في الساحات طول اليوم. في القدس دب الجند منتعلين فوق الغيم، في القدس صلينا على الأسفلت، في القدس من في القدس إلا أنت. وتلفت التاريخ لي متبسما، أظننت حقا أن عينك سوف تخطئهم وتبصر غيرهم، أظننت حقا أن عينك سوف تخطئهم وتبصر غيرهم، ها هم أمامك متن نص أنت حاشية عليه وهامش. أحسبت أن زيارة ستزيح عن وجه المدينة يا بني حجاب واقيها السميك لكي ترى فيها هواك؟ في القدس كل فتى سواك، وهي الغزالة في المدى، حكم الزمان ببينها، ما زلت تركض خلفها مذ ودعتك بعينها، فارفق بنفسك ساعة إني أراك وهنت. في القدس من في القدس إلا أنت. يا كاتب التاريخ مهلا، فالمدينة دهرها دهراني، دهر أجنبي مطمئن لا يغير خطوه وكأنه يمشي خلال النوم، وهناك دهر كامن متلثم يمشي بلا صوت حذار القوم،
والقدس تعرف نفسها، فاسأل هناك الخلق يدلك الجميع، فكل شيء في المدينة ذو لسان حين تسأله يبين. في القدس يزداد الهلال تقوسا مثل الجنين، حذبا على أشباهه فوق القباب، تطورت ما بينهم عبر السنين علاقة الأب بالبنين. في القدس أبنية حجارتها اقتباسات من الإنجيل والقرآن. في القدس تعريف الجمال مثمن الأضلاع أزرق، فوقه يا دام عزك قبة ذهبية تبدو برأيي مثل مرآة محذبة، ترى وجه السماء ملخصا فيها، تدللها وتدنيها، توزعها كأكياس المعونة في الحصار المستحقيها. إذا ما أمة من بعد خطبة جمعة مدت بأيديها، وفي القدس السماء تفرقت في الناس تحمينا ونحميها ونحملها على أكتافنا حملا إذا جارت على أقمارها الأزمان. في القدس أعمدة الرخام الداكنات كأن تعريق الرخام دخان، ونوافذ تعلو المساجد والكنائس أمسكت بيد الصباح تريه كيف النقش بالألوان، فهو يقول لا بل هكذا، فتقول لا بل هكذا، حتى إذا طال الخلاف تقاسم، فالصبح حر خارج العتبات، لكن إن أراد دخولها فعليه أن يرضى بحكم نوافذ الرحمن. في القدس مدرسة لمملوك أتى مما وراء النهر، باعوه لسوق نخاسة في إصفهان لتاجر من أهل بغداد أتى حلبا، فخاف أميرها من زرقة في عينه اليسرى، فأعطاه لقافلة أتت مصرا، فأصبح بعد بضع سنين غلاب المهول وصاحب السلطان. في القدس رائحة تركز بابلا والهند في دكان عطار بخان الزيت، والله رائحة لها لغة ستفهمها إذا أصغيت، وتقول لي إذ يطلقون قنابل الغاز المسيل للدموع علي لا تحفل بهم، وتفوح من بعد انحسار الغاز وهي تقول لي أرأيت. في القدس يرتاح التناقض والعجائب ليس ينكرها العباد، كأنها قطع القماش يقلبون قديمها وجديدها، والمعجزات هناك تلمس باليدين. في القدس لو صافحت شيخا أو لمست بناية لوجدت منقوشا على كفيك نص قصيدة يا ابن الكرام أو اثنتين. في القدس رغم تتابع النكبات ريح طفولة في الجو، ريح براءة في القدس رغم تتابع النكبات ريح براءة في الجو ريح طفولة، فترى الحمام يطير يعلن دولة في الريح بين الرصاصتين. في القدس تنتظم القبور كأنهن سطور تاريخ المدينة والكتاب ترابها، الكل مر من هنا، فالقدس تقبل من أتاها كافرا أو مؤمنا، امرر بها واقرأ شواهدها بكل لغات أهل الأرض، فيها الزنج والإفرنج والقفجاق والصقلاب والبشناق والتتار والأتراك وأهل الله والهلاك والفقراء والنساك، فيها كل من وطئ الثرى. أرأيتها ضاقت علينا وحدنا يا كاتب التاريخ ماذا جد فاستثنيتنا، يا شيخ فلتعد القراءة والكتابة مرة أخرى أراك لحنت. العين تغمض ثم تنظر سائق السيارة الصفراء مال بنا شمالا نائيا عن بابها والقدس صارت خلفنا، والعين تبصرها بالمرآة اليمنى للسيارة تغيرت ألوانها في الشمس من قبل الغياب، إذ فاجأتني بسمة لا أدري كيف تسللت في الدمع قالت لي وقد أمعنت ما أمعنت، يا أيها الباكي وراء السور أحمق أنت أجننت، لا تبكي عينك أيها المنسي من متن الكتاب، لا تبكي عينك أيها العربي، واعلم أنه في القدس من في القدس، لكن لا أرى في القدس إلا أنت. أما الآن أهدي أربعا من الألواح التركيبية إلى أربع من الأطفال الحاضرين هنا،
وأود من سيادة السفير الدكتور العارف النايب تقديم هذه الألواح. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. بارك الله فيك يا سيدي وبارك الله في أخيك. شيء ما شاء الله تبارك الرحمن بالتوفيق إن شاء الله. تعبيرا عن تقديرنا سيدي الحسين لك ولأسرتك الكريمة على هذا التميز والتألق وهذا الإبداع الذي يمثل ليبيا حقيقة. ليبيا الحقيقية، ليبيا التي نراها إن شاء الله في الأفق رغم كل من ينادي باليأس وكل من ينادي بالإحباط وكل من ينادي بالقلق، مع كل الصعوبات وكل التحديات إن شاء الله نرى فيك سيدي الحسين وفي جيلك من أطفال ليبيا الأماجد، نرى فيك الأمل والرجاء إن شاء الله. وفقك الله إن شاء الله إلى ما يحبه ويرضاه، ووفق ليبيا بك إن شاء الله وبأمثالك من أطفال ليبيا إن شاء الله. الآن أطلب من سعادة القنصل العام الأستاذ الدكتور نجيب مصطفى السراج والأستاذ عبد الرحمن الغرياني باسم الجالية، وأيضا أطلب من الأستاذ علي العسبلي باسم الملحقية التجارية والأستاذ عون باسم وزارة المالية وأيضا الأستاذ العقيد محمد الرعبوب باسم الملحقية العسكرية أن يأتوا جميعا إلى المنصة إن شاء الله لنقدم جميعا درع لسيدي الحسين علي الرقيبي على هذا التميز، لا هنا فقط ولكن في كافة الأمسيات الشعرية التي يلقيها في عدة أماكن. فليتفضلوا. نعم. عبد الحميد بن بلال